أصدر سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل عددا من القرارات بتعيين مدراء في نادي راشد الفروسية وسباق الخيل وبموجب القرارات الصادرة تم تعيين السيد إبراهيم فيصل محمد المالكي مديرًا لإدارة الاتصال والسيدة مريم محمد نعمة محمود مديرًا لإدارة الخدمات ونظم المعلومات والسيدة عائشة علي ناصر الناصر مديرًا لإدارة الموارد المالية والسيد عبد الرحمن خليفه سعد بخماس مديرا لاداره سجل انساب الخيل